السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. إن شاء الله النهارده هنشرح مع بعض الدرس الثاني من الوحدة الثانية بعنوان التيار الكهربي والأعمدة الكهربي. إحنا أخدنا في الدرس الأول الخصائص الفيزيائية للتيار الكهربي، اللي هي كانت شدة التيار الكهربي، فرق الجهد الكهربي، والمقاومة الكهربية، وعرفنا إزاي نقدر نحل المسائل اللي علينا، وفهمنا كل حاجة ماشية إزاي. الدرس ده بقى بنتكلم برضه عن التيار الكهربي، ما زلنا بس على طريق حاجة تانية اللي هي اسمها الأعمدة الكهربية، وإيه هي مصادر التيار الكهربي؟ يعني التيار الكهربي دوت بيجي لنا من مصادر إيه؟ بيتولد إزاي؟ بينشأ إزاي؟ تمام؟ أول حاجة نتكلم فيها في الدرس ده عندنا هي مصادر التيار الكهربي. مصادر التيار الكهربي منقسمة عندنا لحاجتين، مصدرين من مصادر التيار الكهربي اللي موجودين عندنا. حاجة اسمها الخلايا الكهروكيميائية وحاجة اسمها المولدات الكهربية. والاثنين دول احنا خدناهم قبل كده، خدنا عنهم نبذة قبل كده ونعرفهم وشفناهم بعينينا قبل كده. الخلايا الكهروكيميائية واضح من اسمها ان هي مرتبطة بنوعين من الطاقة، طاقة كهربية وطاقة كيميائية. فالخلايا دي بيتولد فيها التيار الكهربي عن طريق التفاعل الكيميائي، عن طريق تفاعل كيميائي بقى بتحول لي الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية. تمام؟ طيب كل مصدر من المصادر بينتج لي نوع من التيار الكهربي، يعني بيديني نوع مختلف من التيار الكهربي. طالما ده مصدر وده مصدر يبقى عندي نوعين، تمام؟ اول نوع من التيار الكهربي اللي هو بينتج من الخلايا الكهروكيميائيه ده اسمه تيار مستمر، يبقى تيار كهربي مستمر ده بينشا من الخلايا الكهروكيميائيه. طيب زي ايه الخلايا الكهروكيميائيه؟ زي الحجر، الحجر بتاع الريموت والالعاب اللي احنا بنشغله اللي هي اسمها الاعمده الجافه، تمام؟ ولو اكتر من عمود موصله مع بعض زي الريموت مثلا في الحجر بيبقى عندي حجرين مثلا او ثلاثة او اكتر، ده بيتسمى بطارية او زي بطارية العربية، تمام؟ يبقى دي الخلايا الكهروكيميائية اللي بتولد لي تيار كهربي، ونوعه بيبقى تيار كهربي مستمر، وهنتكلم عن النوع بالتفصيل. طيب النوع الثاني المولدات الكهربية او المصدر الثاني ده بينتج لي من الطاقة الحركية طاقة كهربية، اللي هو المولد او الدينامو اللي احنا كنا بنحركه بنلفه واللمبة تنور، ده الدينامو او المولد الكهربي. تمام؟ نوع التيار اللي بينتج منه اسمه تيار كهربي متردد. أمثلة زي ما قلنا الدينامو اللي هو المولد الكهربي. يبقى أنا كده عندي مصدرين للتيار الكهربي، كل مصدر بيديني نوع من التيار. طيب تعالوا بقى نتكلم على الأنواع بتاعة التيار الكهربي اللي إحنا قلنا تيار مستمر وتيار متردد. بيختلفوا بناءً على إيه؟ بيختلفوا بناءً على حاجتين، تبعًا لشدته واتجاهه، شدة التيار واتجاه التيار، فهو ده اللي بيغير نوع من نوع. تمام؟ فيبقى انا عندي كده نوعين من التيار، نوع اسمه تيار مستمر وبيترمز له بالرمز دي سي، جاي من اختصار كلمه دايركت كارنت، كارنت يعني تيار ودايركت يعني مستمر او مباشر، وتيار كهربي متردد. طيب التيار الكهربي المستمر تعريف هو تيار كهربي ثابت الشده، يعني شدته طول الوقت ثابته وبيسري في اتجاه واحد، يعني ما بيغيرش اتجاهه، هو ده اللي مخلي شدته ثابته ما بتتغيرش ولا بتقل ولا بتزيد. لكن التيار الكهربي المتردد اللي هو اختصاره AC جاي من كلمة Amplitude Current، تمام؟ التيار الكهربي المتردد ده متغير الشدة وبيسري في اتجاهين متضادين، يعني الاتجاه مش ثابت، فده اللي بيخلي شدته بتزيد وتقل مش مستقرة. يبقى ده كده أول فرق ما بين التيار الكهربي المستمر والتيار الكهربي المتردد. طب تعالوا كده ناخد مقارنة سريعة ما بينهم. هنقارن من كذا حاجة، أول حاجة من المصدر، الشدة، التمثيل البياني، والاتجاه، ولسه في تكمله برضه في الصفحه اللي جايه. التيار الكهربي المستمر قلنا مصدره من الخلايا الكهروكيميائيه، بيجي من الخلايا الكهروكيميائيه اللي هي الاعمده والبطاريات. لكن التيار الكهربي المتردد ده بيجي من المولدات الكهربيه اللي هو الدينامو. شدته قلنا في التعريف ان ده ثابت الشده وده متغير الشده. التمثيل البياني بما انه ثابت الشده يبقى مع مدار مع الزمن، طول ما هو الزمن ماشي، تمام؟ يعني ده بتتغير شدته كل نص دوره، على رسمة شدة التيار والزمن هيطلع لي شدة التيار ثابتة اللي هو الخط الأحمر ما بتتغيرش. لكن هنا شدة التيار والزمن متغير، يعني بنلاقيه طالع نازل طالع نازل، اللي هو بنوع نص دورة زي نص الموجة في الحركة الموجية اللي كنا بناخدها. الاتجاه هنا موحد الاتجاه، يعني اتجاهه ثابت، لكن هنا بيسري في اتجاهين متضادين، متغير الاتجاه، يبقى ده اتجاه واحد يسري في اتجاه واحد وده في اتجاهين متضادين. طب نكمل بقى المقارنة. من حيث إمكانية نقل التيار بينتقل لمسافات قد إيه؟ إمكانية تحويله، هل يمكن أحول ده لده أو ده لده؟ وآخر حاجة الاستخدام. إمكانية نقل التيار، للأسف التيار الكهربي المستمر من أسوأ عيوبه إن هو بيتنقل لمسافات قصيرة فقط.
ما بيقدرش يوصل لمسافات بعيده من خلال الاسلاك، يمكن نقله لمسافات قصيره فقط، تمام؟ لكن التيار الكهربي المتردد ينفع يتنقل لمسافات قصيره ومسافات طويله عبر الاسلاك، ازاي؟ هو زي الابراج بتاعه توليد الكهرباء. امكانيه تحويل كل منهما للاخر، التيار المستمر ما ينفعش احوله لتيار متردد، طول ما هو مستمر هيفضل مستمر. التيار المتردد، ودي ميزه كبيره قوي ليه، ان هو بينفع يتحول لتيار مستمر. استخدام التيار المستمر طبعا بنشغل بيه بعض الاجهزه الكهربائيه، لان احنا قلنا بطاريه او الحجر، فبنشغل بيه بعض الاجهزه. تاني حاجه عمليه مهمه جدا في الصناعه اسمها الطلاء الكهربي. الطلاء الكهربي اللي هو الدهان، بدهن بس بواسطه استخدام الكهرباء علشان تبقى الطبقه اللي انا بدهنها طبقه رقيقه جدا. زي مثلا لما نشوف حاجه كده مطليه ميه ذهب او مطليه ميه فضه، بتبقى معموله عن طريق الطلاء الكهربي ده. طيب الاستخدام هنا بيشتغل معظم الاجهزه، اي جهاز بيشتغل بفيشه فهو عباره عن تيار متردد. اناره الشوارع، اناره المنازل، اناره المصانع، كل ده تيار كهربي متردد. تمام؟ طيب علم لما يجي يقول لي يفضل استخدام التيار المتردد عن التيار المستمر، غالبا دايما الافضليه للتيار المتردد. ليه؟ من وجه المقارنه كده اللي احنا قارناها. ليه التيار المتردد يفضل عن التيار المستمر؟ طبعا عندنا ميزتين قلناهم في المقارنه مهمين جدا يصبوا في صالح التيار المتردد، اللي هم اول حاجه التيار المتردد يمكن نقله لمسافات بعيده او قصيره، دي ميزه بيديني الاوبشن بتاع الحاجتين. تاني حاجه التيار المتردد ينفع احوله لتيار مستمر، يعني برضه ينفع اشغله الاثنين، يا اما متردد يا اما مستمر، فيبقى ليه استخدم المستمر؟ اكيد هفضل دايما المتردد او في الغالب. يبقى لان التيار المتردد يمكن نقله لمسافات قصيره او طويله، كما يمكن تحويله الى تيار مستمر على عكس التيار المستمر اللي هو ما ينفعش احوله لتيار متردد. طيب ندخل بقى لجزئيه مهمه جدا اللي هي طرق توصيل الاعمده الكهربائيه اللي هي الخلايا الكهروكيميائيه. ازاي اقدر اوصل الاعمده الكهربائيه اللي هو الحجره دي اللي هو الاعمده الجافه الحجر، اوصلهم ازاي؟ عندي طريقتين للتوصيل، طريقتين للتوصيل، بس قبل ما نقول الطريقتين عايزين نعرف ان البطاريه هي عباره عن عمودين كهربيين، عمودين او اكثر متصلين مع بعض، يبقى ده كده اسمها ايه؟ بطاريه. يبقى تعريف البطاريه هي عمودين كهربيان او اكثر متصلان معا بطريقه ما في الدائره الكهربائيه. يبقى ده تعريف البطاريه. طب بيتوصلوا ازاي؟ الطريقه في ما دي اي طريقه؟ هما طريقتين اتنين مفيش غيرهم. طريقه اسمها على التوالي، يا اما طريقه اسمها على التوازي، وسمعنا المصطلحين دول قبل كده في سته ابتدائي لما كنا بناخد درس المصباح الكهربي. هنتكلم على طريقه التوصيل وايه المميزات دي وايه المميزات دي، وامتى استخدم دي وامتى استخدم دي، وازاي اقدر احسب القوه الدفعه الكهربيه للبطاريه وهي متوصله على التوالي، او القوه الدفعه الكهربيه ليها وهي متوصله على التوازي. طيب نيجي كده نتكلم على اول حاجه عندنا، التوصيل على التوالي والتوازي، هنقارن ما بينهم كشكل كده وطريقه التوصيل. لو انا عندي ثلاث اعمده، اولا خلينا متفقين ان احنا قلنا العمود بيترسم بالمنظر ده، ان انا يكون عندي قطب موجب وقطب سالب، قطب موجب وقطب ايه؟ سالب. يعني ادي الموجب بيبقى واحد اطول والسالب واحد صغير جنبه، تمام؟ وده بيخرج منه سالب وده بيخرج منه سالب. كده ده عمود واحد. طب لو عايز اوصل عمود تاني، عمود تاني بيبقى نفس الطريقه بتاعته، لو انا اوصله على التوالي بيبقى السالب بتاع العمود الاول بوصله بالموجب بتاع العمود التاني. واحط السالب بتاع العمود التاني. وبعد كده بوصل لو عمود ثالث الموجب مع السالب بتاع العمود الثاني، يبقى انا كده لو ده عمود اول ده ثاني ده ثالث، تمام؟ انا موصل القطب السالب من الاول بالموجب بتاع الثاني. يعني سالب رايح لموجب. بعد كده السالب بتاع الثاني رايح للموجب بتاع مين؟ الثالث، وهكذا. طبعا في الاول هنا قطب موجب اهو، وفي هيبقى في الاخر هنا الناحيه قطب ايه؟ سالب، يبقى كده بقى عندي طرفين، واحد موجب واحد ايه؟ سالب، ودول في النص متوصلين مع بعض على الايه؟ على التوالي. يعني ايه على التوالي؟ يعني الاقطاب المختلفه متوصله ورا بعض. تمام؟ زي الرسمه اللي قدامنا دي دلوقتي. انا دلوقتي عندي هنا اهو العمود الاولاني موجب مع الثاني السالب بتاعه، موجب مع سالب، بعد كده الثاني الموجب بتاعه مع السالب بتاع الثالث، بعد كده موجب الثالث مع سالب الايه؟ الرابع. يبقى انا ماشي موجب سالب موجب سالب وهكذا. يبقى دي طريقه اسمها على التوالي. طب التوازي؟ التوازي قال لي لا، انت بتوصل كل الموجب
مع بعض في سلكه واحده في ناحيه واحده، والسالب كلهم في ناحيه واحده مع بعض. يبقى دي كده اسمها توازن، ودي كده اسمها توازن. تمام؟ يبقى دي كده الطريق. وفي الاخر برضو بيطلع لي هنا فرده موجب واحده وفرده سالب واحده، زي هنا فرده موجب من هنا وفرده سالب من هنا. خلاص؟ يبقى دي كده الطريقتين وازاي بوصلهم. ماشي؟ طب تعالوا بقى نشوف باقي المميزات بتاعتهم، ازاي بقيس القوه الدفع الكهربائيه للاعمده المتصله على التوالي. لو انا عندي اعمده متصله على التوالي، اولا لو الاعمده متماثله، يعني ايه متماثله؟ يعني كل الاعمده قد بعضها، يعني مثلا 2 فولت 2 فولت 2 فولت، لو ده كده مثلا ده 2 ده 2 فولت وده 2 فولت وده 2 فولت، كل واحد 2، فساعتها قوه البطاريه على بعضها ك د ك في البطاريه هتبقى بتساوي كام؟ قال لي في الحاله بتاعت التوالي انا بجمعهم، يعني هيبقى 2 زائد 2 زائد 2، يبقى البطاريه دي كلها كام؟ 6 فولت. يبقى لو الاعمده متماثله ممكن اقول بدل 2 زائد 2 زائد 2 فانا ممكن اخد 2 واحده واضربهم في عددهم، فاقول 2 في كام عمود؟ 3، 2 في 3 بكام؟ ب 6. فلو الاعمده متماثله تمام؟ ممكن اقول عدد الاعمده اللي هم 3 في قوه العمود الواحد اللي هو 2 فولت، يبقى 3 في 2. وممكن اشيل عدد الاعمده واكتب مكانها نون، تمام؟ يبقى ممكن اقول كده ك في البطاريه، اختصار ك ده الكاف، ك للبطاريه، نون في ك للعمود الواحد، يبقى 3 في 2. لو المثال ده مثلا 3 3 اعمده في 2 هيطلع لي ب 6. طب لو الاعمده غير متماثله، قوة الدفع الكهربائية لبطارية مكونة من عدة أعمدة مختلفة، يعني مش زي بعض، واحد أربعة واحد تلاتة واحد خمسة، تمام؟ ساعتها مش هينفع أقول عددهم، لأن لازم أجمع كل واحد بالتفصيل لوحده، تمام؟ فساعتها هتبقى مجموع القوة كلها، يعني قاف البطارية هتبقى قاف واحد زائد قاف اتنين زائد قاف تلاتة، وأكمل إن شاء الله لو كانوا 10 أعمدة، تمام؟ يبقى دي لو الأعمدة مختلفة، يبقى كده ده بالنسبة للتوصيل على التوالي وإزاي أحسب قاف ده الكاف. طيب نيجي بقى ازاي امثل العلاقه بين قوه الدفع الكهربائيه للبطاريه وعدد الاعمده. طبعا كل ما عدد الاعمده ما هتزيد كل ما قوه البطاريه هتزيد. انا لو عندي عمودين بس هيبقى كام؟ 4. طب 3 اعمده 6، 4 اعمده 8، يبقى كل ما بزود العمود القوه بتزيد، يبقى علاقه طرديه. يبقى تترسم بالمنظر ده ان في علاقه طرديه ما بين القوه الدفع وعدد الاعمده. قوه الدفع وعدد الاعمده علاقه ايه؟ طرديه. ده بالنسبه للتوصيل على التوالي. يبقى كل ما قوه الدفع بتزيد كل ما عدد الاعمده ما بتزيد، كل عدد الاعمده زودها قوه الدفع الكهربائيه كمان برضو هتزيد، علاقه طرديه. طيب نيجي لسؤال مهم قوي، ليه بتوصل الاعمده على التوالي في بعض الدوائر؟ يعني ليه كده بوصلها على التوالي؟ هعوز ليه اوصلها على التوالي؟ هعوز ان انا اوصلها على التوالي علشان اجيب اكبر قوه دفع ممكنه، انا عايز قوه دفع كبيره فهضطر اوصله مع التوالي بس. يبقى ليه بوصله مع التوالي؟ للحصول على بطاريه القوه الدفع الكهربائيه لها اكبر ما يمكن، تمام؟ بالشكل ده. يبقى انا عندي 3 فولت 3 فولت 3 فولت 3 فولت، يعني 4 في 3 هيطلع لي كام؟ 12، دي اكبر حاجه ممكن اوصل ليها، تمام؟ طيب من الشكل المقابل مثال احسب القوه الدافع الكهربائيه للبطاريه. عندي بطاريه متوصله 3 اعمده، عمود ب3 واحد ونص و3، واضح ان توصيلهم ماشي موجب سالب موجب سالب، يبقى ده توصيل على التوالي. طالما على التوالي يبقى هجمع كله، يبقى هقول الاعمده مختلفه متصله على التوالي، يبقى القاف للبطاريه قاف واحد قاف اتنين قاف تلاته هجمعها، يعني 3 واحد ونص 3 هتطلع لي ب 7 ونص فولت، تمام؟ مثال اخر في الشكل المقابل يمثل 4 اعمده لقوه الدفع لكل عمود 1.5 فولت. ما نوع توصيل الاعمده واحسب القوه الدفع للبطاريه؟ عندي 4 اعمده كل عمود 1.5، نوع التوصيل ايه؟ ما يغرنيش الرسمه ولا اتلخبط من الرسمه ولا الرسمه تخدعني. انا اهم حاجه اشوف الموجب بتاع كل بطاريه مع الموجب مع البطاريه الثانيه العمود الثاني، يعني كل عمود الموجب بتاعه مع الموجب، ولا ماشيه موجب سالب موجب سالب. فاجي ابص على العمود الاول السلكه خارجه من الموجب ماشيه 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 رايحه لحد السالب، يبقى من موجب رايحه للسالب، والموجب اللي تحتيها رايحه لمين؟ برضه للسالب، والموجب دي رايحه لمين؟
برضه للسالب، يبقى انا كده ماشي اقطاب مختلفه، موجب سالب موجب سالب، يبقى ده توصيل على التوالي، توصيل على التوالي. تمام؟ يبقى لغه التوصيل على التوالي. طيب احسب القوه ازاي؟ قلنا طالما اعمده متماثله يبقى عددهم في عمود واحد، عددهم اربعه في عمود واحد بكام؟ بسته، يبقى اربعه عمود واحد بواحد ونص، يبقى اربعه في واحد ونص بكام؟ بسته فولت. تمام؟ يبقى ده كده الحل بتاع المثال. طيب نيجي للطريقه الثانيه اللي هي التوصيل على التوازي. قلنا التوصيل على التوازي كل الاقطاب بتبقى مع بعض، صح؟ موجب مع بعض والسالب مع بعض، فبالتالي بلاقي الكونتاميتر بيقرا لي كانه بيتوصل عمود واحد فقط. يبقى انا لو موصل 10 اعمده كل عمود 2 فولت، في الاخر البطاريه هتبقى كام؟ 2 فولت. بيقرا عمود واحد، بيقرا عمود ايه؟ واحد. تمام؟ يبقى قفل البطاريه بتساوي قفل العمود الواحد. طبعا تمثيل العلاقه بين عدد الاعمده المتصله على التوازي والقوه الدافعه، قوة الدفع ما لهاش دعوه بعدد الاعمده، لان كل ما بزود عدد الاعمده هي كده كده بتقرا لي عمود ايه؟ واحد، فثابته. تمام؟ يبقى العلاقه اصلا فيها ثبات بالمنظر. كل ما عدد الاعمده ما بتزيد، القوة الدفع بتفضل زي ما هي. تمام؟ طيب، قوة الدفع بتظل ثابته مهما ازداد عدد الاعمده المتماثله المتصله معا على التوازي. علي، ليه طيب بوصل الاعمده على التوازي؟ بوصل الاعمده على التوازي لو انا عايز اقل قوه دفع كهربائيه ممكنه. هتقول لي طب يا مستر ما انا ممكن اوصل واحده. اقول لك ماشي، بس انت لو وصلت اربعه ميزتهم في حاجه، ان لو الواحد ده بيشتغل ساعه، الحجر الواحد بيشتغل ساعه، كده البطاريه دي اشتغل لك اربع ساعات، لان ده هيخلص هيشتغل اللي بعديه ساعه ثانيه، يشتغل اللي بعديه ساعه ثالثه، يشتغل اللي بعديه ساعه رابعه. يبقى انا بدل ما اشغل ساعه اشتغلت كام ساعه؟ اربع ساعات، وفي كل ساعه بيديني نفس الفولت 3 فولت، لان كلهم زي بعض. يبقى دي الميزه بتاعت التوازي، ان هي بتديني زمن تشغيل اطول، زمن تشغيل اكبر. تمام؟ على عكس التوالي طبعا، التوالي كلهم بيشتغلوا في وقت ايه؟ واحد. طيب مثال، احسب القوه الدافعه الكهربائيه للبطاريه المكونه من خمس اعمده متصله معا على التوازي، خمس اعمده على التوازي. اذا علمت ان القوه الدافعه الواحد منها 2 فولت. طيب هم خمسه على التوازي، يبقى انا هاخد عمود ايه؟ واحد. هقرا عمود واحد بس. يبقى القوه بتاعت البطاريه كلها هي قوه عمود واحد، هتساوي كام؟ 2 فولت، لان هم على التوازي، قلنا بناخد قرايه ايه؟ واحد. طيب نيجي ارشادات مهمه لحل المسائل. لو البطاريه مكونه من اعمده بس في منها على التوالي وفي منها على التوازي، يعني ميكس، ساعتها احسب قوه البطاريه ازاي؟ بحسب بتوع التوالي لوحدهم وبتوع التوازي لوحدهم، بعد كده بجمعهم. يبقى قوه البطاريه في الحاله دي هتساوي قوة الأعمدة اللي على التوازي زائد قوة الأعمدة اللي على التوالي، ده لو متصلين إيه؟ مع بعض. تمام؟ طيب تعالوا نشوف مثال. قوة الدفعة بين طرفين أ ب في كل من الدائرتين الكهربائيتين التاليتين. هو عايز في كل دايرة، قول لي القوة بتاعت البطارية كام؟ واضح إن هي ميكس، في هنا توازي وتوالي وفي هنا توازي وتوالي. هنمسك أول واحدة. أول واحدة الأعمدة المتصلة على التوازي كام؟ اللي على التوازي واحد ونص وواحد ونص، هناخد منهم واحد. جميل. اللي على التوالي كام؟ ثلاثة واثنين، هنجمعهم خمسة. يبقى أنا كده عندي اللي على التوالي خمسة واللي على التوازي واحد ونص، أجمع الاثنين مع بعض يبقى خمسة وواحد ونص كام؟ ستة ونص. يبقى ده ثلاثة واثنين واحد ونص واحد. طيب البطارية الثانية، البطارية الثانية عندي ثلاثة على التوالي، أدي أول مجموعة فوق، ثلاثة على التوالي، واحد ونص واحد ونص واحد ونص، يدوني كام؟ أربعة ونص فولت. طب المجموعة اللي تحت، واحد ونص واحد ونص واحد ونص، يدوني كام برضو؟ أربعة ونص. طب الأربعة ونص اللي فوق والأربعة ونص اللي تحت متوصلين مع بعض على التوازي، واحدة فوق واحدة تحت، فهاخد أربعة ونص واحدة، أربعة ونص إيه؟ واحدة. يبقى كده في السؤال الثاني، المجموعة الأولى ثلاثة في واحد ونص بأربعة ونص، المجموعة الثانية اللي تحت ثلاثة في واحد ونص بأربعة ونص، وبما ان المجموعتين متوصلين على التوازي وقيمه كل واحده فيهم قد بعض، يعني دي 4.5 ودي 4.5، يبقى هاخد واحده منهم. يبقى قافل البطاريه قافل احدى المجموعتين، يعني هتساوي في الاخر 4.5 فولت. تمام؟ طيب تطبيق، وضح بالرسم ازاي بقى انا ارسم؟ يعني هو بيديني ساعات مرسومه واحسبها زي اللي فاتت. طب ازاي لو عكست انا اللي ارسم؟ يقول لي هات البطاريه كام فولت وانا ارسمها. فبيقول لي عندي ثلاث اعمده
متماثله كل عمود بواحد ونص فولت تمام للحصول على اول حاجه هات لي بطاريه قوه الدفع عليها واحد ونص يعني من الثلاث اعمده ولازم استخدم الثلاثه ما طنش طالما قال لي ثلاثه هستخدمهم كلهم الثلاث اعمده كل عمود واحد ونص عايز البطاريه كلها تبقى واحد ونص يعني كاني هقرا عمود ايه واحد فطالما هقرا عمود واحد يبقى انا هوصلهم كلهم على التوازي واحد ونص واحد ونص واحد ونص فهاخد واحده منهم بس الاقطاب الموجب كلها في ناحيه والاقطاب السالب كلها في ناحيه تمام تاني حاجه على نفس السؤال هات لي بطاريه ثلاث اعمده كل عمود واحد ونص بس المره دي عايز بطاريه 4.5 فولت حلو برسم عمود عمود لحد على التوالي لحد ما بوصل للمجموع اللي هو طالبه يعني هرسم واحد ونص بقى جنبيه واحد ونص تاني يبقوا كام؟ 3 جنبيه واحد ونص تالت يبقوا كام؟ 4.5 يبقى انا كده استخدمت التلات اعمده كلهم على التوالي عشان عايز 4.5 يبقى التوصيل كله هيبقى على التوالي 1.5 1.5 1.5 يبقى انا كده مجموعهم 4.5 وده اللي مطلوب. طيب تالت حاجه على نفس التطبيق لما يجي يقول لي احسب بطاريه 3 فولت تمام؟ احسبها ازاي؟ طبعا ال 3 فولت يعني هعوز عمودين بس 1.5 جنبيه 1.5 طب والعمود التالت مش هرسمه؟ قلت لازم التلاته يترسموا بس انا مش عايز التالت ده يتقري انا خلاص خدت عمودين كل عمود 1.5 1.5 هقول ال 3 فولت اهي في اول خطوه ادي عمودين 3 فولت طب التالت اعمل فيه ايه؟ نحطه على التوازي بس هحطه على التوازي مع اي واحده انزل سلكه من هنا وسلكه من هنا يبقى انا كده وصلت على التوازي من السالب اوصل السالب جنبيه تحتيه والموجب اوصل الموجب تحتيه بالمنظر ده يبقى انا كده الواحد ونص الواحد ونص هنديه واحد ونص واحده على التوازي وفي جنبيها واحد ونص على التوالي يبقوا كام؟ 3 يبقى انا بفضل ارسم لحد ما بوصل للعدد اللي انا عايزه او القوه اللي انا عايزها والباقي اللي لسه موجود برسمه على الايه؟ على التوازي. طيب مثال مهم بيقول لك تلاقيك اربع اعمده المره دي اربع اعمده كل عمود 1.5 توضح بالرسم كيفيه توصيلهم معا للحصول على بطاريه القوه الدافع عليها 3 فولت بس عايز ال 3 فولت دول بثلاث طرق مختلفه ثلاث اشكال مختلفه تمام تعالوا كده اول حاجه هنقول احنا عايزين كام عمود عشان نوصل ل 3 فولت من الاربعه دول هنقص عمودين لان كل عمود 1.5 تمام فادي عمودين هنرسمهم 1.5 1.5 طب الباقي انا مش عايزه العمودين الباقيين ممكن احطهم على التوازي مع عمود منهم يبقى في ثلاثه على التوازي هيدوني 1.5 مع 1.5 يبقوا بيها ثلاثه طب الطريقه الثانيه برضه هرسم 1.5 1.5 تمام بس الثالث انا مش عايز تعالوا كده نرسمها هنستنتجها مع بعضنا ادي اول عمود بواحد ونص تمام تاني عمود بواحد ونص كده انا وصلت للثلاثه فولت اللي انا عايزه طب فاضل عمودين قلنا اول طريقه هنرسم الثلاثه تحت بعض يعني هحط اهو الثلاثه هم تحت بعض خلصت منهم واوصل السلكه الموجب بالموجب والموجب بالموجب وهنا من السالب للسالب من السالب للسالب كده انا رسمت اول رسم وطبعا كلهم واحد وايه ونص يبقى دي اول طريقه طب تاني طريقه قال لي تاني طريقه انا ممكن انزل العمود الاول اهو والعمود التاني واوصل الموجب بالسالب اهو واحد ونص واحد ونص تمام طيب العمودين التانيين هحطهم برضو تحت واحد منهم لا هتبقى نفس الشكل طب اعمل ايه قال لي ممكن تحط واحد تحت ده اهو وواحد تاني تحت ده اهو يبقى انا كده خلصت منهم وبرده مش هيتقروا لان هما بقوا على التوازي 1.5 و1.5 طيب الطريقه الثالثه بقى الطريقه الثالثه ركزوا كده معايا احنا خدنا لسه منها مثال من شويه ازاي اللي هي مجموعتين اعمل مجموعه فوق اهي المجموعه اللي فوق دي بكام 1.5 1.5 يعني بثلاثه وهعمل مجموعه زيها تحت 1.5 1.5 بكام برضو؟ بتلاتة يبقى انا كده عامل مجموعتين اوصل بقى المجموعتين ببعض كده بقوا كام؟ تلاتة فوق اهي وتلاتة تحت
3 فوق و3 تحت. طالما الاثنين على التوازي المجموعه اللي فوق مع اللي تحت فهاخد 3 ايه؟ واحده. يبقى انا كده قدرت ارسم ثلاث اشكال مختلفه وثلاث اشكال في نفس الوقت ادوني البطاريه ب3 فولت. ادي الشكل الاولاني، ادي الشكل الثاني مجموعه فوق ومجموعه تحت زي ما قلنا تمام، وادي الشكل الثالث اثنين على التوازي هنا واثنين على التوازي هنا، وبرضه يديني في الاخر 3 فولت تمام. اخر مثال معانا بيقول لي لو لديك ثلاث اعمده متصله متماثله القوه الدافعه الكهربائيه لكل منها 3 فولت، وضح بالرسم ازاي تجيب بطاريه اكبر ما يمكن واقل ما يمكن و6 فولت. طبعا اول ما يقول لي اكبر ما يمكن يبقى انا عايز اجمعهم كلهم، يبقى توالي. يبقى كلمه اكبر ما يمكن دي يبقى وانا مغمض كله على التوالي على طول، الثلاث اعمده توالي 3 3 3 9 تمام. اقل ما يمكن يبقى انا عايز اقرا واحده هوصلهم توازي. 6 فولت يبقى هنعوز عمودين بس 3 و3 6، والثالث قلنا نوصله على التوازي بالمنظر ده، يبقى 3 و3 على التوازي و3 جنبهم يبقى ده 6. اقل ما يمكن يبقى كلهم على طول على التوازي عشان اقرا ايه؟ 1 3 3 3 اخد قرايه 1 بس. طيب بكده نقول الحمد لله خلصنا الدرس الثاني من الوحدة الثانية في كل الأشكال اللي ممكن تتسألوا فيها من المسائل سواء مرسومة أو إن أنتوا ترسموا، وإن شاء الله أشوفكم على خير في الدرس الثالث من الوحدة الثانية.